رايس وفيوريا كريزودا أوقفوا أروجيت تماما باللحظات الأولى من السباق. لاحظ أروجيت عم تتكلم على حصان مرشح أول أصبح بالمركز الأخير. من البداية صعب جدا يكون متوقع أنه حصان ممكن يقلص هالفارق غير لو انه يكون حصان خارق جدا. كل الانظار هكذا سيداتي يا رساتي سادتي تنطلق النسخه رقم 22 من كاس دبي العالمي كما نشاهد الان انطلاقه كبيره بالفعل مثيره ولدينا التقدم مبكرا لمبتهج مع مايك دي كوك كريستوفر بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة المكتوم في المقدمة. الآن تحول التقدم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لونج ريفر مع مايكل برزلونة ولكن لدينا جن رانر فلوراند كيرو الخطير نيوليثيك المرتبة الثانية أو الثالثة الآن بالشعار العنابي قادم ومن خلفهم مبتهج وبجوارهم كذلك لونج ريفر ولكن بالفعل يقترب أروجيت يقترب بالشعار السعودي ولكن لدينا في أقصى اليمين هناك دخول ياباني كذلك أو نعم جواو موريرا جولد دريم أوسامو هيرانا وبالتالي ما زال خطيرهم ما زال جن رانر في المقدمة ومن خلف نيوليثيك وهنا فور فور لونج أو بوب بوب ماذا يجري هنا بالفعل جن رانر ستيف أوسي موسين ومن خلفه أيضا نيوليثيك بدأ بالفعل أروجيت الآن بالتحرك شد